خدنا ليه ما محل يعني تاني مهم بقى يا ولد نقول مسافتنا ساعتين ناخد بنا 3 يوم يا هم نقول هاي عندنا هنا 4 محطات بينتجن 20,000 جالون في الساعة. دي المحطات العاملة الشغالة هنا. عندنا شرق المجلد إنتاجية ضعيفة شوية يعني في حدود 3,000. والحاجة بتاعت المنطقة كم؟ والله الحاجة بتاعت المنطقة يعني بيحتاجوا زي كم 50,000 جالون. يعني النقص ممكن يكون أي. النقص بتاع المنطقة في 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 ناس تاني بيمتلكوا دوانك هنا عندك زي الزكاة والجيش والمستشفى يعني الآبار دي برضه خاشية مساهمة معانا. لكن المهم من ناحية نغية من السهري للغراب والاسمنا الحيطان بتشرف فيها البهايم، لكن هي بس المحطة الوحيدة اللي ما مفصولة. وتاني في محطة كده جنوب المجلد برضه ما مفصولة. لكن الحيوان بقى بسيط ما كثير. وعدد الكار بتطلع في اليوم كم؟ زي 5,000 كار كده. هاي انت ماشي هنا عيون. البهائم دي كانت في البحر، المشاكل ما خلتها تكون كل الثروه الحيوانيه كلها عادت جات القوس هنا، ما كانت في البحر هنا، كلها جات هنا بسبب شنو المشاكل، ونحن ما عندنا ضلع في المشاكل ولا نهايه ولا عندنا منزعه بدون نهايه، لكن الناس اخواننا الجنوبيين هم اللي بيحتدوا علينا، نحن ما قاعدين نحتدي على جنوب كويس، وعندنا عايزين هنا جنوب، عايزين مستشفى هنا ما في، عايزين الموية تتوفر لنا، عايزين سدود في الوادي، اي وادي يكون فوق سد عشان الموية تكون اي حاجه تتوقف بالموية. دي فيها صعوبة شديدة وحاسة ده الأمر الكبير حاسة اللي بقى مقيدني لأنه في أنا بهايم بشربن وللبيت هنا الأسرة حاسة يومي محتاج لبرميلين ومعاه أيام الامتحانات دي الزمن ضايق وبرميل بقى ما يعني بسي حاجة وحاسة نص أصبحنا كان اليوم الأمس ضاعت شاين لأنه الليل اليوم السبت كان في امتحان امتحان اللغة العربية. نيدو قاعدين ساكت ضواحى هني وقاعدين ودونك ما في نشرة فوق وبقرنا هنا الرهود برضه كل انحسن المزات بنشربها معاه هسه عم نجري زي جرينا ده للناس التنكر بدونا ما بدونا مره بيابوا لنا عندنا ناعيس ده المرقط بالله ديدا السد طبعا انشأوه قبل فترة وهي كل المواطنين الموجودين هنا بيشربوا فيه وهم بهيوم زي ما انت شايف الموية يعني الإنسان والحيوان بيشربوا في حتة واحدة فدي مسألتنا الأساسية يعني ضائقة الموية حتى أنه مسائلنا هسه مع الجنوبيين ودي مسائل كلها الموية لأنه عندنا بقر بتجي من مسافات بعيدة قريبة بواج بر ومحلات بعيدة بتجي بتشرب فينا وزي ما عشان الشفع صغار برضو بيجوا يشيلوا المويه مرتين 3 مرات في اليوم كلهم بيشربوا من حته واحده. الثبات في موقع محدد والماشيه بكميات هائله دخل كل العشب وكل المياه تنفد. الان العرب في موقف حرج جدا من ناحية المويه
وأبلغ دليل على ذلك أن كل صباح بتلقى مجموعة من القطعان بتهرب من أهلها بتمشي للمواقع بتاعت المياه، والحجش الحركة في المواقع دي بيأخذ هذه المواشي وبيعتبرها هي يعني إعاشة. عيون جيب